مشاهدينا الكرام، تحية طيبة وإليكم نشرتنا الجوية الخاصة بالملاحة والصيد البحري اليوم الخميس 21 ديسمبر. يتواصل إعلان برياح قوية سير المفعول لمدة 24 ساعة منذ يوم أمس على الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي، وإياهم كافة المناطق، حيث تهب الريح من القطاع الشمالي وتكون بالنسبة لخليج جيبس قوة 8 إلى 9 من سلم بوفر، أي ما يعادل 34 إلى 47 عقدة، وتصل بعد ظهر هذا اليوم إلى قوة 10 من سلم بوفر، أي ما يعادل 48 إلى 55 عقدة. بشرق تونس قوة 7 إلى 8 من سلم بوفر، أي ما يعادل 28 إلى 40 عقدة، تصل محليا بعد ظهر هذا اليوم إلى قوة 9 من سلم بوفر، أي ما يعادل 41 إلى 47 عقدة. بالنسبة لشمال تونس تكون أقل حدة بقوة 7 من سلم بوفر، أي ما يعادل 28 إلى 33 عقدة. توقعاتنا صالحة لما بعد الظهر إن شاء الله. أمطار تكون مؤقتة رعدية على كافة مجالاتنا البحرية ومحليا غزيرة بخليج جيبس. الريح بشمال تونس تكون شمالية شمالية شرقية، سرعتها بين 25 إلى 30 عقدة، تصل مؤقتا إلى 35 بخليج تونس وتتجاوز 40 مع ظهور السحب الرعدية. البحر شديد الاضطراب فهائج بخليج تونس. شرق تونس ريح شمالية شمالية شرقية بين 25 إلى 35 عقدة، ومحلياً بين 35 إلى 45 عقدة، كما تتجاوز 50 مع ظهور السحب الرعدية وأيضاً في شكل هبات. البحر شديد الاضطراب فهائج. بخليج جيبس ريح شمالية شمالية شرقية من 40 إلى 50 عقدة، والبحر يكون هائج فشديد الهيجان، ويتراوح ارتفاع الموج بين 5 إلى 8 أمتار. الرؤية لهذا اليوم تكون ضعيفة بين نصف ميل إلى 3 أميال. هذه الليلة إن شاء الله يتواصل وضع الجو ملائم لنزول أمطار متفرقة وإمكانية ظهور خلايا رعدية على كافة مجالاتنا البحرية. بشمال تونس ريح من القطاع الشمالي تتواصل سرعتها بين 25 إلى 30 عقدة وتصل مؤقتا إلى 35 بخليج تونس. البحر شديد الاضطراب فهائج بخليج تونس. شرق تونس أيضا ريح من القطاع الشمالي بين 30 إلى 40 تصل محليا إلى 45 والبحر يكون هائج. بخليج جيبس ريح من القطاع الشمالي سرعتها بين 35 إلى 45 عقدة وتصل محلياً إلى 50 والبحر يكون شديد الهيجان، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 6 إلى 9 أمتار. الرؤية ليلاً تتراوح بين 3 أميال إلى نصف ميل. يوم الغد إن شاء الله بشمال تونس وخليج الحمامات طقس أحياناً كثيف السحب. الريح تتواصل من القطاع الشمالي، بالنسبة لشمال تونس تكون بين 20 إلى 30 وتتقلص خلال الليل إلى 15-25 والبحر شديد الاضطراب، وبخليج الحمامات تكون من 30 إلى 40 وتتقلص آخر النهار إلى 20-30، البحر يكون هائج فشديد الاضطراب. الرؤية اليوم الغد تتراوح بين ميل واحد إلى 3 أميال. بمنطقة الشابة وخليج جيبس بعض الأمطار والريح من القطاع الشمالي تكون سرعتها بين 30 إلى 40 عقدة وتتقلص آخر النهار إلى 20-30، البحر يكون شديد الهيجان فهائج، أما الرؤية تتراوح بين ميل إلى 3 أميال. نمر لحركتي المد والجزر بميناء إصفاقس 49 سنتيمتر على الساعة 11 ليلا و36 دقيقة، ومتر و54 سنتيمتر على الساعة 5 صباحا و36 دقيقة. ميناء جيبس 74 سنتيمتر على الساعة 11 ليلا و45 دقيقة، ومتر و97 سنتيمتر على الساعة 5 صباحا و50 دقيقة. ميناء جرجيس 32 سنتيمتر على الساعة 11 ليلا و34 دقيقة، و90 سنتيمتر على الساعة 5 صباحا و39 دقيقة. لمزيد من المعلومات الاتصال بالموزع الصوتي أو زيارة موقع الويب. شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.